بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فمسألة فقهية لطيفة تخص الغسل، تخص ماذا؟ قبل أن نشرع في قراءة ما كتب عبد الواحد بن عاشر في موجبات الغسل، وهو السؤال الذي تركتكم عنده في المرة الماضية: ما الذي يفعله المكلف ليوجب الشرع عليه أن يغتسل؟ ليوجب الشرع عليه أن إيه؟ ما الذي يفعله؟ ما يعني ما هي موجباته؟ لكن قبل أن يبدأ ابن عاشر في ذكر موجبات الغسل، يا شيخ إسلام راح يكلمنا في مسألة فقهية لطيفة. مسألة فقهية، ترى ما هي هذه المسألة الفقهية اللطيفة يا شيخ مفلح؟ وقف إنسان ليغتسل، انتبهوا، وقف إنسان وهو يغتسل على مذهب المالكية. على مذهب من يا شيخ إسلام؟ على مذهب المالكية. ومن المندوب في عند المالكية إن بدأ المسلم في الاغتسال أن يبدأ بماذا؟ يا بجم، كيف لست مالكيا؟ بماذا يا شباب؟ لا، ما النية، أنا قلت يبدأ فعلا، يعني عزم أن يغتسل ودخل، ماذا يفعل؟ يغسل الأعضاء، يغسل مذاكيره ليرفع الإيه؟ الأذى. ليس هذا من المندوب؟ من مندوباته، راجع مندوبات الغسل كما قلناها في الحلقة الماضية، واضح؟ بدأ بمذاكيره، جميل؟ ثم لما تأكد من طهارة هذا المكان، يقول لك عبد الواحد بن عاشر ويقول لك المالكية عن بكرة أبيهم بإجماع: لا تعد لمس ذكرك طوال اغتسالك بعد أن تأكدت من طهارة هذا المكان، لا تعد لمسه، لا بكف باطن الكف ولا بباطن الأصابع ولا بجنب الأصابع. لماذا؟ لأنك بعد أن تنتهي من رفع الأذى وتتأكد من طهارة هذا المكان، ستغسل يدك مندوب وتقدم أعضاء الوضوء، يعني تتوضأ، هذه من المندوبات. ثم تدلك جسمك كله مستعملا السنن والفرائض في الغسل. فلا أثناء تقديم أعضاء الوضوء وأثناء الدلك لكل الجسم وأثناء إقامة الفرائض والسنن، في هذه اللحظات لا ترجع لمس الذكر مرة أخرى، لا بالكف ولا بباطن الأصابع ولا. لماذا؟ لأن الوضوء الذي فعلته هذا يكون وضوءا شرعا، فإن عدت لمسه من جديد فقد نقضت هذا الوضوء. فإن لم ترجع إلى نقضه، إلى مسه، ولم يحدث خروج ريح ولا شيء، وقد أتممت غسلك وجاز لك أن تخرج من اغتسالك، فتصلي بهذا الوضوء. وإن مسه خطأ، قصة جديدة. وحتى وإن خطأ بكف بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنب الأصابع، انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. واضح هذه المسألة اللطيفة؟ وقد ذكرها ابن عاشر في بيتين، ثم ذكر لنا موجبات الإيه؟ موجبات الغسل. هل واضح هذه المسألة يا شباب؟ واضح. يقول ماذا الشيخ رضي الله عنه؟ قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف. كف يعني قف، كف يعني لا تفعل، كف يدك عني، كف عني الأذى، كف عني لسانك، يعني احبس لسانك عني. ثم كف، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف. كف عن ماذا؟ كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. كف الأولى معناها احبس يدك عن تصل عند ذكرك، الأكف الثانية معناها الأكف، هذه الأكف. واضح؟ لطيفة هذه المسألة، صحيح؟ وانظر كيف صاغها رضي الله عنه رحمه الله: تبدأ في الغسل بفرج ثم عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. الله الله الله، تفهم؟ قال: أو إصبع، يعني ثلاثة مواضع لا تمس بها ذكرك بعد الوضوء. كم موضع؟ ثلاثة مواضع: باطن بالأكف أو جنب ببطن أو جنب الأكف، يعني لا هكذا ولا هكذا، هذا موضعين. والثالث
بالأصابع. طيب إن مسسته ولو خطأ أعد، أعد ماذا؟ ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. ليش أعد من الوضوء ما فعلته؟ إن أردت أن تصلي، فإن لم تكن تريد أن تصلي فلا تعد هذا الوضوء. فإذا خرجت من مغتسلك وأردت أن تذهب للصلاة فأعد الوضوء، فأعد. فهمتم هذه المسألة شباب؟ مسألة لطيفة. الآن نعود إلى سؤالنا. ما هو سؤالنا الذي طرحناه في أول هذا الدرس؟ ما الأشياء التي يفعلها المكلف من ذكر أو أنثى فيوجب الشرع عليه الإيه؟ الغسلة. ما هي هذه الأشياء؟ قال رحمه الله، ذكرها في ثلاثة أبيات، قال موجبه حيض نفاس إنزال. ثلاثة أمور. ماذا ماذا؟ حيض نفاس إنزال. تعرفون الحيضة؟ هذا الدم الذي كتبه الله على بنات حواء من تجديد باطن الرحم كل في الشهر مرة واحد. وهذا الحيض من الأذى. قال ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيضة تعرفها المرأة من نفسها وتعرف ميعادها، حتى أطلق عليها في الثقافات الشعبية العادة الشهرية. عادة لماذا؟ لأن المرأة اعتادت عليها، تعرف وقتها وتعرف متى تبدأ وتعرف متى تنتهي. ودم الحيض له لون وله رائحة، له لون قاتم وله رائحة، تعرفه المرأة من نفسها. فإذا جاءها هذا الحيض وانتهى بالقصة البيضاء أو انتهى بانقطاع الدم، أصل الحيض يا شباب يعرف انتهاؤها بشيئين، إما بالجفوف وإما بالقصة البيضاء. إما بماذا وإما بماذا؟ بالجفوف وإما بالقصة البيضاء. فبعد أن يأتي الجفوف أو تأتي القصة البيضاء ماذا على المرأة أن تفعل؟ لماذا تغتسل؟ ها؟ لماذا؟ لتصلي وتوطأ، لا لتصلي فقط، إن كانت ذات زوج فلا يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل، حتى مع وجود الجفوف ومع وجود ماذا؟ القصة البيضاء. هذا الفقه في غاية الأهمية، هذا الفقه في غاية الأهمية. يسأل طلاب العلم عن هذا فلا يجيدون الإجابة، ويسأل كبار السن أحيانا فلا يجيدون الإجابة، فلا بد وأن تكون فقيها، لأن هذا من الطهارة. هذا من ماذا؟ من الطهارة. وأقل الحيض 3 أيام وأكثره 15 يوما، 15 يوما. فإن انقطع دم الحيض بعد 3 أيام ثم جاءها دم آخر بعد يوم أو يومين، فإما أن يكون استحاضة فلا يكون الدم قد عاودها وهي حيضة، لا، الحيضة قد انتهت في 3 أيام. فإن عاد الدم في بحر 15 يوما يكون من الحيضة، يكون من ماذا؟ الحيضة. إلا أن يكون له لون مختلف ورائحة مختلفة. دم الحيض داكن لا رائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر فاقع ليس له رائحة، ليس له إيه؟ رائحة. واضح؟ ماذا عليها أن تفعل؟ أن تغتسل. كيف تغتسل؟ بالفرائض والسنن والمندوبات التي شرحها ابن عاشر قبل ذلك. بالفرائض والسنن وإيه؟ والمندوبات. هل هذا واضح يا مشايخ؟ طيب النفاس، ما هو النفاس؟ أيضا هو دم يتدفق من الرحم عقب الولادة، عقب أكثره 40 يوما، 40. فإن انقطع الدم قبل 40 يوما تغتسل، وإن انقطع الدم في خلال 20 يوما ماذا يحدث؟ تغتسل أيضا. المهم عندنا هو الدم. واضح؟ طيب والإنزال، ما هو هذا الإنزال؟ هو تدفق المني بشهوة، هذا يوجب الوضوء أم يوجب الغسل؟ طيب هذه كم نقطة أو كم شيء يوجب الغسل عند الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ طيب هل هناك أمور أخرى؟ نعم، قال موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرج نستجال. كيف يعني؟ فإن غيب الرجل الرأس الذكر في فرج امرأته ولو لم ينزل اسمه مغيب الحشفة، ولو لم أو وجب عليه أن يغتسل. هذه مغيب الحشفة اسمه. واضح؟ طيب
والأولان منعا الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا حلا. قرآنا إيه؟ حلا. يعني إيه الأولان منع الوطأ؟ الحيض والنفاس. الحيض والنفاس يجوز للرجل أن يطأ زوجته مع حيض ونفاس؟ لا. طيب والأولان منع الوطأ إلى غسل، يعني قبل الغسل كما شرحت لكم لا يجوز أن توطأ إلى أن، حتى لو كان هناك جفوف وكان هناك قصة بيضاء لا يجوز أن توطأ إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الغسل. طيب والآخران الإنزال ومغيب، ومغيب إيش؟ الكمرة الحشفة يسمونها هذا. قال والآخران وهما الإنزال ومغيب الحشفة يمنعان من قراءة القرآن. يمنعان من ماذا؟ من قراءة. ويستمر المنع منه إلى أن يغتسل من قام به هذا المانع. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من قراءة القرآن على المشهور. فهمت يا شيخ إسلام؟ الحائض تقرأ القرآن؟ نعم. النفساء تقرأ القرآن؟ نعم. الجنب من إنزال لا يقرأ؟ لا. على المشهور في المذهب، وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطأ، لا يمنعان، لكن الحيض والنفاس يمنع الوطأ، لكن الإنزال يمنع الوطأ مرة أخرى قبل الغسل؟ لا طبعا، لا يمنع. واضح؟ ثم أخبر هذه الأربعة الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من دخول المسجد عند المالكية. يمنع من دخول إيه؟ فالحائض تدخل المسجد أبدا إلا إن اضطرت إلى مرور أو كذا وتفاصيل. والكل مسجدا وسهو لغ، وكل مسجدا يعني الكل، هذه الأربعة التي أوجبت الغسلة كلها تمنع الدخول من دخول المسجد. فالحائض لا تدخل، والنفساء لا تدخل، والجنب لا يدخل، ومن غيب حشفته في زوجته في رحم زوجته أيضا لا يدخل المسجد. طيب وإنسان نسي الغسلة، قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال، موال يعني إيه؟ من الموالاة وكذا، يعني معناه أن السهو في الغسل كالسهو فين؟ في الوضوء، إلا في صورة واحدة، وهي أنه إذا ترك لمعة من غسله ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها، وهو المراد ولم تعد موال. يعني يا جماعة من نسي عضوا، وهذه قضية فصلناها في الوضوء، من نسي عضوا في الوضوء ماذا يفعل؟ يعد الوضوء ولا يعد العضو الذي إن لم يجف ما بعده على تفصيل، لكن الغسل لا يعد الغسل كله، إنما يعد الموضع الذي لم يصله الإيه؟ لم يصله الماء. هذه موجبات الغسل. فموجبات الغسل عند المالكية أربعة. كم موجب؟ الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشف. ومغيب الحشف واضح؟ طبعا. والخامس الإسلام، فمن كان مسلم كافرا ثم أسلم ماذا عليه أن يفعل؟ أن يغتسل. واضح هذا مشايخ؟ طيب هذه موجبات الغسل، وهذه هي المسألة اللطيفة التي سقناها في مطلع هذا المجلس. وفي المجلس القادم بإذن الله تعالى نبدأ لحضراتكم من متن ابن عاشر في قراءة التيمم وأحكام الإيه؟ وأحكام التيمم عند المالكية. فإلى أن أراكم استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. شكرا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.